قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب، وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة، وهي الثلث الأخير من الليل، وعند الأذان، وبين الأذان والإقامة، وأدبار الصلوات المكتوبة، وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة من ذلك اليوم، وآخر ساعة بعد العصر، وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلة له وتضرعا ورقة، واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة، وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يدي دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا، ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة أو أنها متضمنة للاسم الأعظم. هذه الجملة عظيمة جدا، وفيها خلاصة بديعة للغاية، خلاصة موجزة وبديعة للغاية في آداب الدعاء وشروطه. فجمع في هذه الخلاصة جمعا بديعا نافعا. وهذه الأمور التي عدد رحمه الله تعالى الأمر فيها كما ذكر، إذا اجتمعت للعبد في دعاه لا يكاد دعاؤه يرد، دعاؤه مستجاب. فهذه خلاصة، وهذا من الأمثلة التي أقول يعني قبل قليل أنها تنشر. يعني مثل هذه الآن، لو أخذت هذه الجملة وقلت قال ابن القيم في كتابه العظيم الداء والدواء وأرسلت هذه الفائدة، تأكد أنه سيفرح بهذه الفائدة وسيحب الكتاب. فتجمع في هذا بين خيرين، يعني دلالة على هذه الفائدة النفيسة وتحبيبه بهذا الكتاب المبارك. وهذه وسائل حقيقة مهمة في يعني الاشتغال بها والتعاون عليها في تحريك مثل هذه المعاني ونشر هذه الفضائل والخيرات حتى ينتفع بها بإذن الله سبحانه وتعالى.